فادي ده مدرب محترم مؤدب وصاحبي. وفتره من الفترات كنت حكيم ما بخافش. انما نمره واحد هذا كذب. اثنين عندك ماتش يوم السبت وجاي واحنا بننادي في المدرب وبنزق فيه وجاي تقول له ان احنا بنتفق مع مدرب ثاني يا كذاب. كفايه كذب كفايه عرفت له ولما بحكي قصه خالك لما كتبوه في العماره في جنب فندق سفير رحت انا احمد منير وخدت المحترم عيد رياض وانا اللي فكيته احكي قصه ثاني كفايه بقى ما انا بحكي بتعيط انا لا شفت حساب بدري ولا كلمته من اخر مره شفته من حوالي سنتين وشويه لما كان بيدرب بيراميدز وفي بيت الاستاذ المستشار تركيش لا شفته بعديها ولا كلمته بعديها انما دول ولاد النادي ولاد الرموز لما بياخدوا اي موقع اعلامي او رياضي بيخربوا بيتي محدش كلم حسام وابتدى يقول لك ايه امير عايز اجنبي وابو عايز مش عارف مين مش اي كلام في اي تهريج